السلام عليكم. وأنا أقلب اليوم في رسائل الفيسبوك القديمة وجدت هذه الرسالة الصوتية. دعونا نستمع إلى الرسالة ثم أريد منكم النصيحة والمشورة. خبر عاجل، والله أتحداك تقرأ الرسالة وما تبكي. الذي عمل فيلم الرسول قد مات محروقا وتكلم أمريكيا هذا الخبر. أرجو منكم أن تنشروا هذا الخبر، لأن هناك أخت فلسطينية رأت رؤيا من ينشرها هذا الخبر، أن الله سيكتفيه بعد 4 ساعات. والله شخص آخر اسمه محمد، أقسم بالله أنه رآه في منامه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغ المسلمين عني أن من ينشر هذا الخبر خلال 4 أيام فسيخرج فرحا شديدا، وأن من يتجاهله فسيحزن حزنا شديدا. أرسلها إلى 20 شخصا وسوف تسمع خبرا سارا الليلة، وحق الله مجربها. الآن أفتوني يا إخواني، هل أنشر هذه الرسالة الصوتية حتى أنجو من الحزن ومن الهم ومن النكد، أم أتجاهل هذه الرسالة؟ طبعا أنا أمزح معكم يا إخواني الكرام. تأتيني رسائل كثيرة، يعني على غرار هذه الرسالة مرة تكون رؤية ويقولون إذا لم تنشر هذه الرؤية فسوف تحدث لك مصيبة، ينشرون لك أشياء كثيرة خرافية، أشياء يعني يجيب لك كريد لطفل مكتوب عليها لا إله إلا الله هذا الكلام، ويقولون إن لم تنشر فسوف تتعرض لمصيبة قريبا. يا إخواني الكرام، هذه خزعبلات لا يترتب عليها أي شيء، ومن تأتيه مثل هذه الرسائل فورا يقوم بتجاهلها. الآن أنا سأقوم بعمل لا أريد تلقي رسائل من هذا الشخص مرة أخرى. شكرا لكم والسلام عليكم.